صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنبدأ بقى الجزء الثاني من الكوميونيكيشنز. الجزء الاولاني طبعا ابتديته فيه مع الدكتور نافع امبارح، والجزء الثاني هنبدأ فيه النهاردة. الكورس بتاعنا او الجزء اللي احنا هندرسه يعني مع بعض هو بيدور حوالين الكونسبت الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه، وبنعمل حاجات كتيره يعني ليها فايده في حد ذاتها لكنها برضو بتخدم جامد عليه. هو حاجه انتوا اكيد كلكم سمعتوا عنها اللي هي الاو اف دي ام. كويس، الاو اف دي ام هو التكنيك اللي في الكوميونيكيشنز اللي بيستخدم حاليا تقريبا في كل الكوميونيكيشن سيستمز، ويعني هو موجود وهيبقى يعني ما فيش حد متوقع انه الاو اف دي ام هيتغير لتكنيك مختلف مثلا بعد كده. لا، اتس اكسبكتد ان الاو اف دي ام ده مكمل على طول، لانه التكنيك اللي بيعمل اوبتيمم يعني يوتيلايزيشن للريسورسز. فهو موجود بقاله مثلا 20 سنه، بيستخدم بقاله 20 سنه. هو الكونسبت موجود بقاله 50 سنه زي ما هنتكلم، لكن هو بيستخدم بقاله تقريبا 20 سنه، وما فيش اي حاجه جت بعده بتقول ان هو احتمال يتغير او يجي تكنيك ادفانسد عنه. لا، هي كلها موديفيكيشنز على الحاجات الموجوده، موديفيكيشنز بسيطه، لكن الكونسبت بتاع الاوف دي ام ده او اللي بيسموه مالتي كارير موديوليشن، مالتي تشانل او مالتي كارير موديوليشن، هو ده زي ما نقول الاوبتيمم تكنيك اللي هيستخدم في كل الحاجات الكوميونيكيشن سيستمز الموجوده. فاحنا ده الكونسبت الاساسي اللي احنا عاوزين نوصله، عاوزين نتعلمه في الكورس بتاع الجزء بتاعنا. طيب هنتكلم عن ايه بقى عشان نوصل للاو اف دي ام؟ هنتكلم عن كذا حاجه. اول حاجه هنتكلم عنها هنبدا فيها النهارده هو حاجه اسمها الدي اف تي. اظن ان انتم ممكن تكونوا خدتوا عنه فكره في سنه ثانيه، الدي اف تي مع يمكن دكتور عمر يمكن او حاجه، مش كده؟ اتكلمكم عنه ولا لا دكتور عمر؟ دكتور محمد فتحي اتكلمكم عنه كتير بالتفصيل ولا حاجات بسيطه؟ تمام. طيب يعني احنا هنديه في محاضرتين، هندي شويه حاجات كده عنه في محاضرتين، لان هو الشيء الاساسي اللي خلانا نقدر نعمل الاو اف دي ام سيستمز. فاحنا هنتكلم عنه في محاضرتين كده بسرعه عشان نراجع الحاجات اللي خدتوها في سنه ثانيه، او هنزود عليها شويه حاجات زي ما هتشوفوا. وهو الدي اف تي ده هو البيز بتاع الاف اف تي. خدتوا طابق الاف اف تي مع الدكتور محمد فتحي؟ اكيد ما خدتوش. طيب احنا مش هناخد الاف اف تي، بس الاف اف تي ده اكيد كلكم سمعتوا عنه. الاف اف تي هو ما هو الا فاست امبلمنتيشن للدي اف تي، يعني هو نفس الدي اف تي بالظبط، بس عملوا كده الكالكوليشنز بتاعته، رصوا كده التيرمز بشكل معين عشان يقدروا يعملوا فاست امبلمنتيشن للدي اف تي. فاحنا مش هنتكلم عنه، لكن الدي اف تي لما تتعلمه يبقى كانك عرفت الاف اف تي. الاف اف تي ده هو الحاجه اللي خلتنا نعرف نعمل امبلمنتيشن للاوف دي ام. فهو ده الامبورتنس بتاع الجزء ده، ان انا بقيت بعرف اعمل امبلمنتيشن للاوف دي ام ده نتيجه ان انا بقيت بعرف اعمله بالاف اف تي. يعني زي ما قلت لكم الكونسبت موجود بقاله 50 سنه، لكنهم ما عرفوش يعملوا امبلمنتيشن غير بعد ما استخدموا الاف اف تي وعملوا ديجيتال امبلمنتيشن للموديوليتور والدي موديوليتور بتوع الاوف دي ام يوزنج الاف اف تي. ساعتها عرفوا يستخدموا الاوف دي ام. فعشان كده احنا هنتكلم عن الدي اف تي، وهنتكلم عن شويه حاجات سبيسيفيك فيه ممكن تبقى مفيده بالنسبه لنا. بعد كده الحاجات بقى اللي احنا هنتكلم عنها تاني هي التايبس اوف شانلز. يعني احنا في سنه ثالثه مع بعض اخذنا الاي دبليو جي ان شانل. الاي دبليو جي ان اللي انت بتبعت السيجنال بتوصل زي ما هي زي شويه نويز، تمام؟ في الحقيقه مش هي دي الكيس. الكيس في الحقيقه انه في حاجات مختلفه بتحصل. فهنتكلم عن حاجتين. في حاجه هنتكلم عنها بسرعه هي الواير لاين شانل. الواير لاين شانل دي اللي هي سلكه التليفون اللي واصله من بيتك لغايه السنترال. كويس؟ سلكه التليفون دي ليها بروبرتيز معينه. كويس؟ بعد كده يا جماعه النهارده هنفوت يعني، لكن بعد كده ما حدش هيخش بعد ما انا هخش. اقفل الباب ده. اقفله وخليك جوه. فالشانل دي بقى الواير لاين شانل دي اللي هي بنبعت عليها الدي اس ال. كويس؟ الدي اس ال ده بيستخدم تكنيك اسمه ديسكريت مالتي تون اللي هو دي ام تي. الدي ام تي ده برضه هو مالتي شانل موديوليشن، يعني هو شبه الاوف دي ام، بس لما بيتعمل على سلكه التليفون بيبقى اسمه دي ام تي. حلو؟ فاحنا عاوزين نعرف ايه ميزه الدي ام تي ده. كويس؟ فميزته دي هتبان لما نشوف
الاول نتعلم ايه المشاكل اللي موجوده في سلكه التليفون. سلكه التليفون ده البروبرتيز بتاعته عامله ازاي. فلما هنعرف البروبرتيز بتاعته عامله ازاي هنيجي بعديها بكام محاضره نقول والله البروبرتيز بتاعته اللي عامله كده المالتي كارير موديوليشن ده بيتغلب عليها بالشكل الفلاني. فده هنتكلم عنه وهي الوير جاين شانل. بعد الوير جاين شانل هنتكلم على الفيدنج شانل. الفيدنج شانل دي اللي هي الشانل اللي موجوده في الوايرلس اللي هي مثلا ما بين التليفون اللي معاك وما بين البيس ستيشن اللي موجوده في ميدان الجيزه مثلا. كويس، في شانل ما بينك وما بين الشانل دي ما هياش اي دبليو جي ان، لا بيحصل في بروبرتيز معينه للشانل دي بتخلي ايه، بتخلي السيجنال تبقى يحصل فيها مشاكل معينه. برضو مشاكل معينه دي هنقعد نتعلم فيها شويه اكتر شويه من الوير جاين شانل لانها فيها كومبليكيشنز اكتر، فهنتعلم عنها شويه وبعدين هنشوف برضو ازاي الاوف دي ام بيتغلب على المشاكل اللي موجوده في الوايرلس شانل وازاي فعلا بيستخدم القصه دي بيستخدم الريسورسز بشكل اوبتيمال ان ذا بريزنس اوف فيدنج شانل بتعمل مشاكل. تمام، فزي ما انتم شايفين الكورس هو تيلورد حوالين ان احنا هنتعلم الكونسبت بتاع المالتي شانل موديوليشن، لكنه في السكه واحنا بنتعلم هنتعلم حاجات ليها اهميه في حد ذاتها زي الدي اف تي ده مهم في حد ذاته وهنشوف فيه شويه حاجات معينه، وزي البروبرتيز بتاعت الشانلز هنشوف برضه عامله ازاي وهنتعلم. تمام، اي سؤال؟ طيب الريسورسز دي كلها موجوده يعني وموجوده من السنين اللي فاتت زي ما هي وممكن ابعتها لكم تاني، بس هي موجوده يعني اي حد هيبص على اي مكان في اي انفورميشن على الكورس ده اللي بقالنا 20 سنه بندرسه هيجي ايه الحاجات دي كلها موجوده. طيب عارفين مين الراجل ده؟ الراجل ده هو اللي عمل الوايرلس كوميونيكيشنز. الراجل ده هو اللي عمل الوايرلس كوميونيكيشنز. هو مين؟ ماركوني. طبعا كلكم سمعتوا عنه، هو ده الراجل اللي اخترع الوايرلس كوميونيكيشنز واخترع انك انت تقدر تبعت سيجنال من غير ما يبقى فيه سلك واصل النقطتين ببعض، تقدر تبعت سيجنال على الهواء كده وتوصل الناحيه الثانيه. فالراجل ده ايه؟ اخذ نوبل برايز على في الفيزيكس في سنه 1909 عشان اخترع الوايرلس كوميونيكيشنز. فهو شخص مهم وهو السبب ان احنا عمالين بندرس في الكلام اللطيف ده. طيب هو الموضوع بدا بتاع الوايرلس كوميونيكيشنز بدا امتى؟ بدا من 120 سنه لما ماركوني عمل باتنت اللي هي براءه اختراع للوايرلس تيليجراف. طبعا عارفين التيليجراف اللي هو فيه شرطه ونقطه وبتاع، فهو بقى كان بيقدر يبعت وايرلسلي الشرطه والنقطه دول. كويس، زي وانز وزيروز، فهو كان بيبعت الايه؟ الشرطه والنقطه. فيرست ستيشن عملها في حاجه اسمها نيدلز ايلاند تو كوميونيكيت وذ انجلش كوست، يعني عمل كده جاب كده يعني مسافه قصيره ما بين ايلاند قدام انجلترا والكوست بتاع انجلترا وايه؟ وعرف يخليهم يكلموا بعض. وبعدين عرف يبعت ما بين ايه بقى؟ ما بين انجلند وفرانس. المسافه ابعد شويه. وبعدين بعت حاجه اكروس الاتلانتيك اوشن، يعني بقى بيبعت حاجه من انجلترا تروح مثلا امريكا. برضه بالوايرلس كوميونيكيشنز. فالناس بدات تشوف طبعا انه ايه؟ انه يعني كان طبعا اختراع عظيم وتسبب في حاجات كتير قوي طبعا زي ما انتم ممكن تتخيلوا يعني. وفي 1902 بقى في اول باي دايركشنال كوميونيكيشن اكروس الاتلانتيك. اول تخيل ساعتها طبعا ما كانش في تليفونات، ده قبل التليفونات يعني. فكان بدل ما الناس تضطر تسافر من هنا لهنا عشان تقول مسج، بقى ايه؟ بقت الناس ممكن تبعت مسجز من اوروبا لامريكا عن طريق الوايرلس توصل انستنتينيوسلي من هنا لهنا. طيب بعد كده بقى ابتدينا نبعت ايه؟ فيرست فويس اوفر راديو ستيشنز، يعني في 1914 بداوا بقى اول استخدام للقصه دي ان بقى في راديو. تمام، ان الراديو نقول الاخبار ونسمع اغاني وبتاع بدات في 1914. فده وان واي، انا ببعت وايه واحد بيتيون الراديو وبيسمع. وبعدين بداوا يعملوا ايه بقى؟ شوفوا اول يعني ريسيفرز موبايل ريسيفرز هي ايه؟ كانت في بوليس كارز في ديترويت. ديترويت دي مدينه في امريكا. فبقى في ريسيفرز موجوده في العربيات بتاعه البوليس عشان تسمع ايه دايركشنز من البوليس ستيشن، بيقول للراجل في جريمه في الحته الفلانيه روح اند سو اون. تمام، وكانت بتاخد قد ايه بقى الريسيفر ده؟ كان بياخد قد ايه؟ راديو اكويبمنت اوكيوبايد موست اوف بوليس كار ترانك، يعني شنطه العربيه بتاعه البوليس دي مليانه جهاز كده هو ده اللي ايه اللي بيريسيف السيجنال المبعوث. فكان ده حجم الراديو ريسيفر ساعتها يعني. وبعدين اخترعنا الاف ام. كويس،
والماجوريتي اوف بري سيستمز كونفرتد تو اف ام ده في الفتره اللي هي الايه الاربعينات. طيب بعد كده موبايل تليفوني بقى اول حاجه حصل ايه؟ فيرست 1946 فيرست انتر كونكشن اوف موبايل يوزرز تو بابليك سويتش تليفون نتورك. بقت الناس بدات تاخد نمر تليفونات على عربياتها. ماشي؟ بدات تاخد ايه؟ نمر تليفونات على عربياتها. فبقى بقى عندك برضه في شنطه العربيه جهاز راديو كبير كده، وبقى الراجل وهو ماشي بعربيته ممكن حد يكلمه، ممكن يكلم حد. الكلام ده شوفوا امتى؟ من كام سنه؟ من اولموست 80 سنه. والاف سي سي دي اللي هي الكوميونيكيشن ايجنسي بتاعت امريكا، اللي هي الفيدرال كوميونيكيشن كونسلت ولا حاجه، اللي هي الحاجه المتحكمه في السبيكترم وفي الحاجات. ريكوجنايزز الموبايل راديو از نيو كلاس اوف سيرفيس، يعني بداوا ايه؟ يعترفوا بالموبايل از نيو كلاس اوف سيرفيس. طيب في الاربعينات النمبر اوف موبايل يوزرز وصل كام؟ يعني في موبايل يوزرز موجودين من سنه حاجه و40 كويس. احنا عندنا موبايل دخل في مصر سنه 96، بس كان في امريكا من سنه حاجه و40 في ناس بيتكلموا في الموبايل. بس طبعا موبايل كان مختلف، هو يعني كار فون اكتر منه، مش موبايل حقيقي يعني، هو عربيه فيها تليفون. الكلام ده يمكن كان موجود في مصر، بس كان يمكن في عربيات الوزراء والحاجات دي بس. في وقت من الاوقات قبل ما انتوا تتولدوا بمثلا 20 سنه كان في، يعني كنا بنسمع كده وانا اصغر منكم كمان، ان في ناس عندها في تليفوناتها عربيات، كنت تلاقي كده جهاز كده كبير ومحطوط عليه تليفون. الكلام ده في الثمانينات مثلا كويس. فالكلام ده كان موجود في مصر، بس طبعا كان موجود بايه يعني، مش عاوز اقول لكم مثلا 100 واحد مثلا عندهم، مثلا رئيس الجمهوريه والوزراء ولا حاجه بالكتير يعني. طيب في الخمسينات وصلوا 500,000، في الستينات وصلوا 1.4 مليون كويس. بداوا في الستينات يعملوا حاجه اسمها IMTS اللي هي سبورتس فور دوبلكس اوتو دايال واوتو ترانكينج. ماشي؟ ده كلام ده ايه بدايه اللي هو بدا يعملوا سيستم اورجانيزد للايه، للموبايل فون. في 76 بقى، دي بقى كانت بدايه الموبايل فون والانتشار بتاعه بشكل حقيقي. كان في 543 pay customers using 12 channels in New York City كويس، والويتنج ليست كان 3700، وسيرفيس از بلوكت ديو تو بلوكينج. سيرفيس از بلوكت ديو تو بلوكينج ليه؟ لان هو كان عامل 12 channel كويس. فال 540 واحد دول بيكمبيت على ال 12 channel دول، يعني مفيش اكتر من 12 واحد يقدروا يتكلموا ات تايم كويس. فطبعا كان بيحصل ايه؟ بور سيرفيس، لان هم كلهم 12 شانل وعندك 500 واحد وفي 3700 واحد في الويتنج ليست. فعشان تقدر توصل انك انت تتكلم ده احتمال قليل، لانه عدد الشانلز الافيلبل قليل. طيب الناحيه الثانيه بقى في انتيتي جابان، في يابان يعني، بداوا يعملوا هم كمان فيرست سيلولار كوميونيكيشن سيستم في 1979، وفي سيستم طلع اسمه امبس. ده سيستم برضه كان معروف قوي قبل الجي اس ام في اوائل الثمانينات، اتعمل في امريكا في ال 900 ميجا هرتز باند. ده بيسبورت كام؟ 666 دوبلكس شانلز، يعني ممكن 666 واحد يتكلموا ات تايم. في 89 بدا الجي اس ام، وده كان بدايه الاعداد بقى الكبيره جدا اللي تحصل كان في الجي اس ام. وكان في السي دي ام اي اللي انتوا هتسمعوا عنه مع الدكتور نافع شويه، مش كتير يعني، لان هو خلاص ما بقاش بيستخدم قوي السي دي ام اي ده. احنا عندنا طبعا تليفوناتنا مثلا ال 3 جي اللي موجوده لغايه دلوقتي ده بيزد على سي دي ام اي كويس. فاحنا هناخد عنه فكره كده مع الدكتور نافع، لكن احنا قللنا شويه الحجم بتاعه عن السنين اللي فاتت، لان الموضوع خلاص ما بقاش يعني في التسعينات مثلا كان ايه موضوع كبير السي دي ام اي ده، قبل ما الاوف دي ام يطلع ويبقى حاجه كبيره كان السي دي ام اي ده هو الحاجه الكبيره يعني. بس الكلام ده خلاص يعني ما بقاش مهم قوي زي زمان، فهناخد بس فكره عنه عشان نتعلمه، لكن هو اساسا دلوقتي طبعا بقى الاوف دي ام هو الاساس. فالجي اس ام اللي هو السيستم ده بدا يبقى ديبلويد كمان في امريكا من سنه 94. فده كله ايه ليه علاقه بالسيريال فونز. ان بارالل بقى كان في وايرلس لوكال اريا نتوركس ماشيه بقى ان بارالل مع الموبايل، اللي هو في 1990 بداوا يفكروا في ال 802.11 اللي هو الواي فاي يعني، اللي هو بيسموها وايرلس ران. وبداوا يطلعوا في الفتره دي اول بروتوكول للوايرلس ران اسمه IEEE 802.11. حد فيكم شاف الكلمه دي قبل كده؟ اكيد شفتوا اي حاجه مكتوب عليها واي فاي هتلاقي مكتوب عليها 802.11 بقى، وبعدين في حرف بعديها اي بي سي اي ان كده على حسب الايه انهو فيرجن من الستاندرد. دايما يا جماعه لما نيجي نعمل اي كوميونيكيشن
سيستم لازم بيبقى فيه ستاندرد بنمشي عليه عشان كل الاكويبمنت ايه تبقى ماشيه على نفس الستاندرد. يعني احنا دلوقتي بنجيب تليفونات كل واحد معاه تليفون نوع مختلف وكلهم عارفين يتكلموا مع البيس ستيشنز. ليه؟ لان كله في الاخر عنده دوكيمنت ريفرنس دوكيمنت اسمها الستاندرد بيمشي عليها. فمصنعين البيس ستيشنز ماشيين على الدوكيمنت دي ومصنعين الهاند سيتس ماشيين على نفس الدوكيمنت عشان في الاخر لما انا افتح تليفوني بنوع سامسونج او نوع ابل او نوع اي حاجه الايه البيس ستيشن هتعرف تايدنتيفاي. فلازم يبقى في ستاندرد الناس كلها ماشيه عليه. فهم في الفتره دي عملوا اول ستاندرد هو 802.11 ستاندرد. ده كان بدايته ان هو بيعمل ايه من 1 ل 54 ميجا بتس بير سكند وده كان اول سيستم بيعمل او اف دي ام اول ديبلويد سيستم بيعمل او اف دي ام. يعني اول سيستم اتنفذ وبيسبورت او اف دي ام هو ايه الواي فاي سيستم بتاع اللي هو 802.11a ده اللي كان بيسبورت اب تو 54 ميجا بتس بير سكند. طلع بقى بعد كده في 2009 حاجه اسمها 802.11n وده لغايه دلوقتي مستخدم في بعض الاماكن. يعني ده بيسبورت اب تو 150 ميجا بتس بير سكند. طيب في حاجه تانية اسمها وايرلس مان اللي هي وايرلس متروبوليتان اريا نتورك. متروبوليتان دي اللي هي اللي هي مثلا القاهره وضواحيها دي اسمها متروبوليتان اريا ماشي او مدينه كبيره اسمها متروبوليتان اريا. ففي حاجه برضو ماشيه مع الوايرلس ران دي حاجه تانية اسمها وايرلس مان اللي هي وايرلس متروبوليتان اريا نتورك. دي برضو بدات في اواخر الناينتيز وعملوا كذا ستاندرد عشان يسابورت الوايرلس مان ده. واحنا كنا مشاركين في الفتره دي في الموضوع ده وعملنا حاجات كتير فيه يعني هو الوايرلس مان ده. تمام نعم. هو اللاسلكي كان ماشي برضه نفس السيستم بتاع الموبايل يعني قبل ما يتطور الموبايل اللاسلكي كان قبله ولا كان قبله؟ بس هو قبله وماشي امبارل معاه. يعني البوليس مثلا هتلاقيه لاسلكي لوحده جاي سيستم لوحده وفريكوانسيز لوحده وكل حاجه لوحده عشان ما حدش ايه يتجسس عليه. ماشي ففي حاجات ماشيه امبارل مع ال طيب بقى لما نيجي نبص بقى على برضه من اول 3 جي بقى وبعد كده انه الناس بدات من 2001 اللي هو الحاجات اللي انتم سمعتوا عنها يعني اللي هو من اول 3 جي. فمن اول 2001 الناس بدات تديبلوي ال 3 جي دي زي ما قلت لكم بيزد على السي دي ام اي اللي هو السبريد سبيكترم اللي هتاخدوه مع دكتور نافع. وبنوصل اب تو 14 ميجا بتس بير سكند في ال باشمهندسه 14 ميجا بتس بير سكند في الداون لينك. وبعدين في حاجه اسمها اتش اس بي اي بلس اللي هي 3.75 جي اب تو 42 ميجا بتس بير سكند. والتليفونات بقى قعدت تزيد. يعني في 2011 كان عندنا 4 بليون موبايل فونز وعندنا 75 مليون في مصر. ال LTE بدا يبقى ديبلويد في العالم سنه 2009 كويس انما دخل مصر سنه 2018 كويس. اطلع وقف الباب خلاص. في اول LTE كان ديبلويد في مصر في سنه كام؟ 2018. يعني احنا متاخرين في ال LTE 9 سنين عن العالم يعني. وبعد ما احنا بدينا ديبلوي على طول ال 5G نزل في العالم في سنه 2019 تمام برضه بيزد على اوف دي ام. يعني ال 4G بيزد على اوف دي ام وال 5G بيزد على اوف دي ام. ده طبعا مش متوقع ان يجي مصر قريب لانه لسبب بسيط يعني انه الاوبريتورز عملوا انفستمنت كبير في 2018 عشان يحطوا ال LTE نتورك فهو مش ما عندوش استعداد ايه يصرف فلوس كتير لسه عشان يدخل ال 5G. فاحنا برضه ايه هنستنى كام سنه كده ربنا يديكم بقى الصحه وطول العمر. يعني بتهاجي مش قبل مثلا 2028 ولا بتاع لما نبدا نفكر احنا في ال 5G يكونوا الاوبريتورز جابوا الريتيرن انفستمنت بتاعهم غير الفلوس اللي حطوها في ال 4G يكونوا بداوا يجمعوها وبيبقى عندهم فلوس ايه يشتروا بيها ال 5G. في 2020 الموبايل يوزرز وصلوا 7 مليون بليون في العالم وفي مصر وصلوا 93 واحنا تقريبا في مصر دلوقتي اظن معدينا ال 100 مليون. اي سؤال؟ طيب فاحنا هنتعلمه بقى في الكورس بتاعنا زي ما انتم شايفين. قول مش قوي مش قوي يعني برضه بيستخدموا الجهات السياديه يعني بيكلموا بعض هما بيهم لكن انت عشان تحطهم لازم تاخد ما اي حاجه وايرلس لازم تشتريها سبيكترم والسبيكترم في ايد الحكومه فالحكومه ما بتديش سبيكترم ببلاش بتدي سبيكترم بفلوس كتير. فلو الناس عندها اوبشن انها تعمل حاجه ما تشتريهاش سبيكترم بيبقى اسهل لهم. ماشي يا جماعه. فزي ما انتم شايفين ال 4G وال 5G بيزد على اوف دي ام. الوايرلس مان بيزد على الاوف دي ام ده بيزد على الاوف دي ام مش مكتوبه هنا بس هو بيزد على الاوف دي ام. الوايرلس ران
بيزد على الاوف دي ام كويس. فكل حاجه دلوقتي بقت بيزد على الاوف دي ام تقريبا يعني تقريبا كل حاجه الا فيري سبيشال كيسز مش بتستخدم الاوف دي ام لاسباب ممكن نبقى نشرحها في وقت من الاوقات. طيب اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب احنا خدنا الفورير ترانسفورمز طبعا اللي احنا عارفينها اللي انتوا اخدتوها في سنه ثانيه بالتفصيل هي الفورير ترانسفورم والفورير سيريز والديسكريت تايم فورير سيريز. انا همشي طبعا بسرعه في الدي اف تي لان انتوا اخدتوه بس هنديه بشكل سريع وهن فوكس على الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا عاوزين نفوكس عليها اكتر يعني. فزي ما انتوا شايفين الفورير ترانسفورم وفورير سيريز والديسكريت تايم فورير سيريز كلهم ديسكريت تايم فورير ترانسفورم كلهم مش ديسكريت في التو دومينز. يعني انا عندي يا اما كونتينوس كونتينوس يا ديسكريت كونتينوس يا كونتينوس ديسكريت تمام. فما فيش ولا واحده فيهم ديسكريت في التو دومينز تمام. طيب ايه مشكله انها مش ديسكريت في التو دومينز؟ نبص على المعادلات وبعدين نشوف كويس. انتوا طبعا هنا عارفين المفروض تكونوا فاكرين او افتكروا من سنه ثانيه ان انا لو عندي حاجه كونتينوس في دومين الدومين الثاني تبقى ايه ابيريودك ولو ديسكريت في دومين الدومين الثاني تبقى بيريودك. فهتلاقوا كل الحاجات دي ماشيه مع بعضيها بالشكل ده تمام. طيب الفورير ترانسفورم المعادله بتاعتها عامله كده انتوا عارفينها. الفورير سيريز معادلتها عامله كده والديسكريت تايم فورير ترانسفورم معادلتها عامله كده تمام. طيب احنا عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين ترانسفورم that is discrete in both domains to be able to manipulate signals on processors. عشان اعرف استخدم digital signal processing في القصه يبقى لازم يكون عندي التو دومينز ديسكريت تمام. طيب هنعمل ايه بقى عشان نوصل لده؟ given a discrete time signal we need a discrete frequency domain representation unlike the DTFT which is continuous in the frequency domain. يبقى احنا لو ابتدينا بالدي تي اف تي اللي هو ده دي تي اف تي كان شويه سامبلز كده صح؟ وكان الفريكونسي دومين بتاعه سيبكم من الخطوط دي دلوقتي كونتينوس وبيريودك صح؟ فانا عندي حاجه اهي تايم دومين ديسكريت ولطيف الفريكونسي دومين ايه؟ طلع كونتينوس تمام؟ طيب فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل سامبلينج في الفريكونسي دومين. انتوا خدتوا الحته دي يا جماعه ولا لا؟ خدتوا قصه السامبلينج في فريكوانسي دومين دي؟ ما خدتوهاش دي. انتوا خدتوا بس معادلات الدي اف تي مش كده؟ تمام ماشي. طيب يبقى انا هنا عندي اول حاجه هقول ايه؟ انا دلوقتي عندي دومين منهم ديسكريت والتاني كونتينوس. فهعمل ايه؟ زي ما كنت عامل لما كان عندي كونتينوس كونسبتشولي زي اللي عملناه في لما عملنا سامبلينج في التايم دومين. كان عندي تايم دومين سيجنال كده ده في التايم صح وكان ليها فريكوانسي دومين معين لو تفتكروا. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا والله احنا هنسامبل التايم دومين عشان اقدر اخزنه مثلا على الكمبيوتر صح. فلما سامبلنا في التايم دومين حصل ايه؟ الفريكوانسي دومين اللطيف ده بقى عامل كده صح. وطلعنا من القصه دي بايه؟ قلنا والله على حسب المسافه بين دول اللي هو الفريكوانسي بتاعه السامبلينج على حسب البتوع دول هيدخلوا في بعض ولا هيبقوا بعاد عن بعض صح. فساعتها قلنا ايه؟ والله لو احنا عملنا سامبلينج في التايم دومين بريت عالي شويه هيبعد المثلثات دي عن بعض واقدر ارجع التايم دومين سيجنال الاساسيه من السامبلز بتاعته عن طريق ان انا هعمل ايه؟ لو باس فلتر كده صح؟ ده احنا عملناه في سنة تانية وخدتوه بالتفصيل. طيب عاوزين نعمل بقى حاجة شبيهة بالكلام ده لكن في الكيس الجديدة بقى اللي هو بتاعت ان انا عندي التايم دومين ديسكريت كده والفريكونسي دومين كونتينيوس. طيب احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين بوث دومينز يبقوا ديسكريت. فهعمل ايه؟ نفس الكونسيبت ده. هروح عامل سامبلينج في الفريكونسي دومين. تمام؟ فبدل ما انا واخد الفريكونسي دومين كونتينيوس هقول لا انا هسامبل الفريكوانسي دومين وامري لله هشوف بقى هيحصل لي ايه. انا كده اجبرت الفريكوانسي دومين انه ايه؟ انه يبقى سامبل صح؟ فلازم في حاجه هتحصل تمام؟ طيب من اللي احنا اتكلمنا فيه هنا ده تفتكروا لما سامبل في دومين
يعني اخلي دومين غصب عنه بقى ديسكريت. لازم ايه اللي هيحصل في الدومين الثاني؟ لازم هيبقى بيريودك صح؟ زي ما عملنا هنا. هنا عملنا سامبلينج في التايم دومين، حصل ايه في الفريكوانسي دومين؟ بقى بيريودك، بقت المثلثات دي ماشيه لك من ماينس انفينيتي تو انفينيتي صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه كده. طيب يبقى زي ما احنا كاتبين بقى كده، analogous to sampling in the time domain we will consider sampling the DTFT. تمام؟ remember that sampling in the time domain اللي هو ده causes repetition of the spectrum in the frequency domain. لما عملنا sampling في time domain حصل لنا ايه؟ repetition في frequency domain. فتعالوا نشوف بقى لما نسامبل في frequency domain هيحصل ايه. دي الايكويشن دلوقتي بتاعت، دي كانت الايكويشن بتاعت ايه؟ x of omega اللي هو DTFT. طيب هسامبل انا بقى فيه بدبليو كي ايكوال 2 باي على ان كي، يعني هاخد ان سامبلز في البيريود. اوكي فجت لي الايكويشن اللطيفه دي، بقت اكس بدل اكس اوف اوميجا اكس اوف 2 باي على ان في كي، اللي هو ايه؟ اماكن الان سامبلز بتوعي هي كل واحده من دول انا عندي ان منهم في المسافه اللي هي 2 باي، فبقت المسافه بين كل واحده والثانيه 2 باي على ان. اوكي طيب لو هنعمل كده هيجي لنا الايكويشن بالشكل ده كويس. هنفك الايكويشن دي لانفينيت نمبر اوف سميشنز، لانفينيت نمبر اوف سميشنز كل واحده فيها هنشوف في الاخر ليه احنا بنعمل كده. لانفينيت نمبر اوف سميشنز كل واحده فيهم من 0 ان، يعني طولها ان يعني، ففي من 0 ان ماينس 1 وبعدين من ان 2 ان ماينس 1 وهكذا، 0 ان ماينس 1 وهنا من ان 2 ان ماينس 1 وقبليها من ماينس ان ماينس 1. وبعدين هنكتب دي بقى بالشكل الايه اللطيف اللي انتوا شايفينه قدامكم. فبقيت اقدر اكتب اكس اوف 2 باي كي على ان بالشكل اللي قدامكم ده، سيجما من ال ايكوال ماينس انفينيتي انفينيتي من ان ايكوال ال ان ال ان بلس ان ماينس 1 اكس اوف ان اي اس ماينس جي 2 باي كي ان على ان. خلاص فده كده هي نفسها اللي موجوده قبل كده، لكن يعني دخلت فاريبل جديد اسمه ال عشان اعرف اكتبه بالشكل ده. وبعدين هنعمل ترانسفورميشن اوف فاريبلز، هنجيب الان قبل ال، هلاقي نفسي لما هعمل ترانسفورميشن اوف فاريبلز هيجي لي الايكويشن بالشكل ده. اوكي دي حاجه مش صعبه يعني، ده كده هو زي ده بالظبط، بس احنا قلبنا ال والان. طيب وبعدين بقى عندي دلوقتي ال، بقت الحته اللي جوه دي هي فانكشن، هي الحاجه الوحيده اللي فيها ال، بقت الحته اللي بره دي ما فيهاش ال عشان البتاعه دي بيريودك. كل ال كل ان يعني 1n 2n 3n اي n مالتيبل اوف n بزوده على البتاع اللي في الاكسبوننشال مش هتفرق، اقدر اشيلها لانها تديني 2 باي، فهي عماله تلف، فلاقي نفسي ان ال اللي ظهرت هنا اختفت. تمام فبقى عندي الايكويشن شكلها عامل كده، بقت الحاجه اللي فيها ال لوحدها هي الحته دي كده، وبقت الحته اللي بره فيها n فش ال. طيب فهنديفاين سيجنال جديده اسمها اكس بي اوف ان، قيمتها عامله كده، هي مجموع اكس اوف ان ماينس ال ان. دي كده طبعا مش هتطلع فانكشن في ال لانها بقى ايه؟ بقاد على ال، فال هتختفي من الايه؟ من السميشن. فبقى عندي دي فانكشن في ايه؟ في ان لوحدها. طيب لما هعمل كده هيحصل ايه؟ تعالوا نشوف هيحصل ايه وبعدين نشوف ايه دي. هيحصل ان انا بقى عندي السامبل سيجنال بتاعت اكس اوف كي بقت شكلها عامل كده، بقت كانها الفورير ترانسفورم، شكل الفورير ترانسفورم اللي احنا نعرفه بتاع بقى، بس بدل اكس اوف ان بقى مين؟ اكس بي اوف ان. وبقيت اقدر ارجع اكس بي اوف ان من اكس، دي هنسميها اكس اوف كي اللي هي السامبلد فيرجن بتاعت الفريكونسي دومين، بقيت اقدر ارجعها بالشكل ده كويس. هي دي الايكويشنز اللي انتوا خدتوها في سنه ثانيه للدي اف تي كويس، بس انتوا ما يمكن ما خدتوش اكس بي، انتوا خدتوها اكس بس كويس. انا هشرح لكم دلوقتي امتى ممكن نكتبها اكس وامتى مش اكس بي، بس المهم ان احنا لما مشينا في البروسس بتاعت السامبلنج بتاع الفريكوانسي دومين جالنا ايه؟ جالنا انه السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين دي بقت فورير ترانسفورم مش بتاع اكس اوف ان، انما بتاع مين؟ اكس بي اوف ان. بي دي طبعا جايه من بيريودك زي ما هنشوف دلوقتي ان دي بيريودك سيجنال. فبقينا زي ما كنا بنتكلم من شويه صغيرين، لما هنعمل سامبلنج في دومين لازم الثاني يحصل له ايه؟ يبقى بيريودك. فاحنا هنا لما عملنا سامبلنج في فريكوانسي دومين التايم دومين بقى بيريودك، وده حاجه لازم تحصل لان هو فيزيكال لوز بتقول كده، ان انا لما بسامبل في دومين الناحيه الثانيه لازم تبقى بيريودك.
فبقى السامبل سيجنال في الفريكوانسي دومين دي بتريبريزنت اكس بي اوف ان مش اكس اوف ان. تمام؟ طيب عاوزين بقى نشوف الاكس بي اوف ان دي ايه علاقتها بالاكس اوف ان. تمام؟ قولي. مش فاهمه جايه ازاي؟ خدنا البتاعه دي كده وبقى عندنا الان دي يعني اقدر اقول هنا ايه؟ هنا ال بتساوي ماينس 1 هتديني الايكويشن دي. لو كتبت ان بتساوي ال ان ال ان بلس ان ماينس 1 احط ان بماينس 1 هتديني واحده. هحط ال بصفر هتديني واحده ثانيه. ماشي؟ فبقى كل واحده من دول يا جماعه ايه؟ بتريبريزنت يعني ال فورير ترانسفورم بير ده بقى بيريبريزنت مين؟ الفورير ترانسفورم بتاع اكس بي اوف ان. تمام؟ طب مين بقى اكس بي اوف ان دي؟ اكس بي اوف ان دي هي دي. طيب البتاعه دي عامله ازاي بقى؟ هتلاقيها عامله كده. لو انا عندي الان ان ده بقى ظهر لنا الان دي اللي هي السامبلنج السامبلنج نمبر اوف سامبلز اللي هي شبه السامبلنج ريت هنا شبه الاف اس دي هنا. تمام؟ فان دي هي النمبر اوف سامبلز اللي انا واخدها ايه؟ في الفريكونسي دومين. ان هي النمبر اوف سامبلز اللي انا واخدها في الفريكونسي دومين. وال هي عدد السامبلز اللي في التايم دومين، يعني انا عدد السامبلز اللي في التايم دومين عندي للسيجنال اللي انا راسمها هم اربعه. كويس؟ فلو انا عندي عدد السامبلز اللي في التايم دومين دي اصغر من عدد السامبلز اللي في الفريكونسي دومين. كويس؟ لو اصغر من عدد السامبلز اللي في الفريكونسي دومين هيطلع لي اكس بي اوف ان شكلها عامل كده. بقت اكس بي اوف ان كانها اكس اوف ان زي ما هي كده ومتكرره ما حصلش فيها مشكله زي بالظبط لما خدنا اف اس هنا عاليه حصل ايه؟ المثلثات دي كانت بعيده عن بعض. تمام؟ المثلثات كانت بعيده عن بعض. نفس الكلام هنا لما هاخد ان دي عاليه يعني خدت سامبلز كتيره في الفريكونسي دومين الاكس بي دي بقت عباره عن اكس نفسها ما فيهاش اي ديستورشن ومتكرره كل ان. تمام؟ فده ايه الشكل ده. طيب لو ان بتساوي ال هيجزقوا في بعض كده لكن مش هيحصل ايه؟ مش هيخشوا في بعض زي هنا كده اهو. ممكن النقطتين بتوع المثلثات دي يبقوا ايه؟ عاملين كده. فكده ما حصلش ديستورشن وده ايه؟ الليمت بتاعنا. طيب لو خدت بقى ان اصغر من ال هيحصل ايه؟ هيخشوا في بعض. طيب يخشوا في بعض دي اسمها ايه بقى؟ تايم دومين اليسنج. احنا هنا كنا بنقول اليسنج وما كناش بنقول فريكونسي دومين اليسنج لان هو ده الوحيد اللي كنا نعرفه. بس ده اسمه فريكونسي دومين اليسنج. ماشي؟ ان هو الفريكونسي دومين ايه؟ دخل في بعض. هنا اسمه تايم دومين اليسنج اللي هو التايم دومين ايه؟ دخل في بعض. يبقى الفريكونسي دومين اليسنج بيحصل لما بسامبل في التايم دومين بريت قليل. التايم دومين اليسنج بيحصل لما بسامبل في الفريكونسي دومين بايه؟ بفريكونسي قليل او عدد قليل من السامبلز في البيريود. اوكي؟ طيب ده بقى معناه ايه؟ معناه ان انا لو اخدت طبعا هنا لو انا اخدت الشكل ده كده لو رجعت بقى للايكويشن دي هلاقي نفسي الحاجه اللي انا برجعها هنا من السامبلز بتاعت الفريكونسي دومين مش هي اكس اوف ان. مش هعرف ارجع اكس اوف ان زي هنا بالظبط. هنا لو انت خدت البتاعتين دول دخلوا في بعض وعملت روباس فلتر على الحاجات دي هيجي لك حاجه ثانيه. مش هتجي لك السيجنال المظبوطه دي هيجي لك حاجه ثانيه. تمام؟ نفس الكلام هنا. لو انا عملت سامبلنج في الفريكونسي دومين اقل من عدد السامبلز اللي في التايم دومين التايم دومين هيخشوا في بعضه ومش هعرف ارجع السامبلز بتاعت التايم دومين لو عملت انفرس دي اف تي للسامبلز بتاعت الفريكونسي دومين. اوكي؟ طيب ماشي قبل ما نخش في الاكزامبل اي سؤال اساله. الاثنين ايه؟ عشان اعرف اتعامل معاهم على الكمبيوتر. عاوز على الكمبيوتر يبقى عندي فريكونسي دومين ريبريزنتيشن لسيجنال. هجيبه ازاي؟ لو انا عندي بس كونتينيوس فريكونسي دومين مش هعرف اتفرج عليه على الكمبيوتر. فانا عاوز اتفرج على الكمبيوتر على حاجه سامبل ريبريزنتيف ايه؟ للسيجنال والفريكونسي دومين بتاعها. ماشي؟ اي سؤال؟ قول. لا يوجوالي انت ما بيبقاش عندك انفينيت سيجنال في اي ابلكيشن في الدنيا ما فيش انفينيت. انت عندك ليميتد نمبر اوف سامبلز في التايم دومين فانت عاوز تتعامل معاهم. ف
فمش عاوز اجيبهم فريكوانسي دومين كونتينيوس. ما يتكرروا مش مهم، انا كفايه عليا وان سامبل، ما انا من هنا بقدر ارجع واروح. من هنا بعرف اروح واجي ما بين السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين الريفورم بيريود وما بين السيجنال الريفورم بيريود. اللي هي الايكويشن اللي انتوا خدتوها في سنه ثالثه، في سنه ثانيه. بس كنت بتكتب هنا اكس اوف كي وهنا اكس اوف ان وهنا اكس اوف ان وهنا اكس اوف كي. ما كنتش بتكتب اكس بي. وكنت بتاخد ان انا اكيد يعني دكتور محمد قال لكم ان انت ما ينفعش تعمل دي اف تي بعدد بوينتس اقل من عدد البوينتس في التايم دومين. انا يعني ما اعرفش طبعا هو قال لكم ايه، بس هو اكيد قال لكم كده، لانه لو حصل كده هيحصل لكم الكونسبت اللي انتم ما سمعتوش عنه في سنه ثانيه، فاكيد ما هيكون قالها لكم. تمام؟ فهو بيقول لك عدد سامبلز معين في التايم دومين اقدر اطلع له عدد سامبلز قده في الفريكوانسي دومين. تمام؟ قولي. ايه ده ان شاء الله؟ بتقعد قد ايه؟ دقيقة تقعد تعمل كده؟ طيب هجيبهم يظبطوها. هنخلص من التليفونات نلاقي ده؟ قول. عشان اخد ان عدد سامبل من ازاي اعرف قيمة ال يعني عشان ما يحصلش تدخل؟ ما هو قيمة ال دي انت عارفاها لان هو ده عدد عدد السامبلز اللي عندك اصلا اللي انت بادية منه. انت اساسا عارفة ان عندك 100 سامبل في التايم دومين اساسا، يعني معروف طبعا دايما بتكون معروفه، المفروض بتكون معروفه طبعا. يعني لو عدد السامبلز ان تكررها، ال هو عدد السامبلز في التايم دومين والان هو عدد السامبلز في الفريكوانسي دومين. ماشي. اي سؤال؟ اي سؤال؟ قول. انت شكلك متضايق. طيب تعالوا نبص على اكزامبل نشوف ايه البتاع اللطيف ده. طيب عندنا سيجنال عامله كده، التايم دومين بتاعها عباره عن 10 وحايد، ان وحايد يعني، واحنا في الاكزامبل واخدين ان ب 10. تمام؟ وعاوزين بقى نشوف كل، نعمل بقى كل القصه، نشوف الدي تي اف تي بتاعها عامل ازاي والدي اف تي بتاعها عامل ازاي وايه اللي بيحصل. طيب اكس اوف اوميجا اللي هو الدي تي اف تي هيبقى شكله عامل كده. تمام؟ و x of k هيبقى شكله عامل كده، اللي هو سامبلز من ده، اللي هو يعني عامل ازاي ببساطه يعني، ادي x of omega اهو. كويس؟ اللي هو ايه؟ الكونتينيوس فريكونسي دومين اللي هو الدي تي اف تي. فال 10 وحايد دول شكلهم في الفريكونسي دومين كده. طيب هاخد انا بقى ايه؟ السامبلز بتوعي، فاول حاجه هاخدها هاخد n بتساوي l. n بتساوي l اللي هم ايه؟ 10. سيبكم من ال 1000 والكلام اللي مكتوبين دول. فلو ان بتساوي ال انا هتلاقي نفسك بتسامبل عند 0 100 200 300 كده. كويس؟ فهتلاقي عندك 10 سامبلز من 0 لغايه ايه؟ 900. فكان هيطلع لك سيجنال فيها واحد او 10 يعني في الاول، وبعدين جنبيها ايه؟ 9 اصفار. تمام؟ طيب ان بتساوي 2 ال. ان بتساوي ايه؟ 2 ال. فهسامبل فين بقى؟ هسامبل على السكيل ده كل 50. فهلاقي نفسي بسامبل في النقطة اللي في النص دي. بالإضافة للنقطة اللي هي عند الصفر. تمام؟ طيب N بتساوي 4 L وهو 40. هتلاقي نفسك بتسامبل في كل الخطوط اللي موجودة قدامك دي. تمام؟ فأنا كده، وزي ما هنتكلم بقى في المحاضرة يعني الأسبوع اللي جاي، أقدر أتفرج على الفريكونسي دومين بتاعي. لو انا مثلا خدت هنا ان بتساوي 4 ال، انا ما عنديش الكونتينيوس كيرف ده، بس عندي الخطوط دي كلها، فاقدر اتخيل شكل الفريكوانسي دومين بشكل كويس. فمع اني اقدر ارجع ال 10 وحايد لو خدت ان بتساوي ال، كويس؟ يعني هاخدهم في الفريكوانسي دومين وارجعهم تاني جوه ال 10 وحايد، هيروحوا واحد وجنبيها 9 اصفار وهيرجعوا 10 وحايد. الا اني عشان اتفرج على الفريكوانسي دومين كويس محتاج اخد ايه؟ ان اكبر من ال شويه، مالتيبل من ايه؟ من ال. فما خليتها 4 ال شفت شكل كويس، لو كنت واخدها 8 ال كان الشكل بقى احلى. انصون. ماشي؟ فده ايه؟ شكل الاكزامبل اللطيف ده. هتبقى شايف 1 بارس مش بارسز. هتبقى شايف البارس دي بس. انا ببص على 1 بيريود من السيجنال. من الفريكونسي دومين سيجنال. فهشوف واحد وتسعة اصفار. بتشوف واحدة قدامك فين؟ بتشوف واضحة قدامك على الورقة. اه
ما بتشوفهاش واضحه في الحقيقه. ماشي. طيب فال زي ما قلنا بقى التايم دومين سامبلنج، انا عندي كونتينوس سيجنال في التايم دومين بعمل لها سامبلنج، المثلث اللي هو الفريكوانسي دومين بتاعي بيقعد يتكرر لغايه انفينيتي. هعمل له لو انا عبادي بقى بالفريكوانسي دومين ده وعملت له لو باس فلتر هيرجع لي تاني ايه؟ التايم دومين كونتينوس سيجنال. طيب نفس الكلام هنا، انا عندي الفريكوانسي دومين سامبلز بتوعي اللي هم دول، تمام؟ طيب لو انا عملت لهم اف اف تي انفرس دي اف تي هيجي لي التايم دومين عباره عن ايه؟ بيريودك سيجنال. هبص على 1 بيريود منهم بقت دي السيجنال الاساسيه بتاعتي، تمام؟ فده اللي بيحصل في الايكويشن بتاعه الايه؟ الدي اف تي والاي دي اف تي. فده عندنا السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين هاخدها اجبرها اي دي اف تي يطلع لي كده. او بقى الانالوجي ان انا هنا بعمل سامبلنج وبعدين فلتر، وهنا في الفريكوانسي دومين بعمل سامبلنج وبعدين فلتر برضه. الفلتر بتاع الفريكوانسي دومين ده، الفلتر بتاع الفريكوانسي دومين هو في التايم دومين ايكويفالنت. ايكويفالنت لايه؟ لان انا بعمل ويندو كده بضرب فيها كاني بضرب السيجنال في ويندو. كويس. انا عندي كونتينيو بيريودك سيجنال جايه لي ان هي السامبلز دي، لو ضربتها في ويندو فيها وحايد في البيريود اللي انا عاوزها النتيجه هتبقى الناحيه الثانيه ايه؟ 1 بيريود من السيجنال المظبوط، تمام؟ والفريكوانسي دومين بتاعها شكله عامل كده. الفريكوانسي دومين شكله عامل كده يعني ايه؟ يعني اقدر اعمل انتربوليشن ما بين البوينتس اللي في الفريكوانسي دومين عن طريق فلتر شبه ده. زي ما كنت بعمل هنا اللي هو اللو باس فلتر اللي كنت بعمله هنا كان ايكويفالنت لان انا كاني بحط سينك حوالين النقط دي. فاكرين انتوا القصه دي ولا لا؟ كاني بحط سينك كده. فلما بجمع السينكات دي كلها على بعض يطلع لي ايه؟ الكونتينوس سينك. نفس الكلام هنا لما بجمع ده اسمه ديسكريت سينك، لما بجمع الديسكريت سينكس دي على بعض هيجيب لي كونتينوس فريكوانسي دومين. اوكي؟ فدي الانالوجي ما بينهم، هي نفس الحاجه لكن بنعكس التايم دومين والفريكوانسي دومين مع بعض. طيب اكزامبل تاني. اكس اوف ان ايكوال اي اس ان يو ان، ده شكل السيجنال اللي هو عامل كده، تمام؟ شكل السيجنال اللي عامل كده. طيب عاوزين بقى نتفرج عليه في فريكوانسي دومين شكله ايه، والديسكريت فريكوانسي دومين شكله ايه، وازاي نرجع السيجنالز من بعض عن سؤال. طيب اول حاجه السيجنال دي طولها قد ايه؟ تايم دومين سيجنال دي طولها قد ايه من الايكويشن؟ لا ما تقولهاش انفينيتي، صح؟ انا مش قايل ان ليها نهايه، هي طبعا بتصغر قوي في الاخر لكن هي في النهايه يعني ثيوريتيكلي هي انفينيت، تمام؟ فلازم نخلي دي في دماغنا عشان دي هتدينا طبعا مشاكل. يعني احنا بنقول ايه؟ لازم السامبلز اللي في الفريكوانسي دومين تبقى اكتر من السامبلز اللي في التايم دومين. طب ما سامبلز التايم دومين اساسا انفينيت، صح؟ فهنتخيل ان الدنيا مش هتبقى ايه سمود قوي، لازم هيحصل حاجه. طيب الفريكوانسي دومين الكونتينوس بتاعنا عامل ازاي؟ عامل كده، ماشي؟ عامل كده من 0 ل 2 باي وعمال بقى بيتكرر. طيب وبعدين ده شكل الفريكوانسي دومين بتاعنا شكله عامل كده 1 على 1 ناقص ايه؟ اي اس ماينس جي اوميجا، ماشي؟ وبعدين السامبلد فريكوانسي دومين بقى يبقى شكله عامل ازاي؟ هشيل اوميجا واحط 2 باي كي على ان، ان ده هو عدد السامبلز. طيب خلينا انا عاوز اجيب رسمه الاول وبعدين طيب هنضطر نعملها واحده واحده. طيب تعالوا نبص كده السيكونس اللي احنا هنمشي بيه. انا دلوقتي خلاص عندي كونتينوس فريكوانسي دومين، فكونتينوس فريكوانسي دومين ده عملت فيه خدت فيه ان سامبلز اللي هو بالشكل ده كده، تمام؟ طيب لو عملت اي دي اف تي لاكس اوف كي دي ايه اللي هيطلع لي؟ هتطلع لي اكس اوف ان اكس بي اوف ان، صح؟ مش هتطلع لي اكس اوف ان لان اكس اوف ان دي انفينيت، تمام؟ وانا واخد ان سامبلز في الفريكوانسي دومين، تمام؟ يبقى مش هيطلع لي اكس اوف ان، هيطلع لي مين بقى؟ اكس بي اوف ان. طب اكس بي اوف ان علاقتها ايه باكس اوف ان؟ هتطلع شكلها عامل كده. هتطلع طبعا بيريودك لان انا واخد ان سامبلز، وهتطلع aliased لان في تايم دومين aliasing هيحصل. ليه هيحصل التايم دومين aliasing؟ لان انا مش واخد ايه؟ ان اكبر من ال. فهتلاقي السيجنال اللي هتطلع لك لو عملت اي دي اف تي هيطلع لك ايه؟ الشكل اللطيف ده.
سمع ايه الصلاه دي قبلها مفيش اهمل احنا بنتكلم ثيوريتيكال لسه مفيش اهمل دي لسه هنشوفها بعد كده انما هنا مفيش اهمل هي البتاعه دي ماشيه تو انفينيتي وليها قيم حتى لو صغيره جدا ثيوريتيكال ماشي عشان كده كاتبين ان ايه اصغر من يعني ما بين 0 و1 عشان البتاع ده يبقى بينزل كده ماشي طيب ف اكس بي اوف ان اللي طلعت دي تفرق ايه عن اكس اوف ان تفرق ايه عن اكس اوف ان حاجتين اول حاجه انها بيريودك الثانيه كانت انفينيت ودي فيها كام فاليو ان مش انفينيت طب الحاجه الثانيه كانت ايه اس ان دي ايه بقى ايه اس ان على 1 ماينس ايه اس ان يعني اكبر شويه اكبر ايه لان حصل الياسين الياسين ده يعني ايه الياسين يعني انا كان عندي سيجنال عامله كده وماشيه كده ايه لانفينيتي وبعدين جيت بعد ان ورحت حاطط واحده ثانيه شبهها وجمعهم على بعض صح وقلت لك دي مثلا 0 ان ماينس 1 او دي ان بقى عشان تبقى قدام دي بالظبط فهتلاقي نفسك ايه بقى وطبعا في واحده قبلينا هنا كده صح وفي واحده قبل دي وواحده قبلها فكل التيلز دي اللي هي اسمها التيلز بتاعت الكيرف يعني هتجمع مع بعض تمام فهتلاقي نفسك مش بس عندك الفاليوز الاساسيه لا ده انت مجمع عليهم تيلز من كل واحده من اللي جايه قبلهم لغايه انفينيتي فالفاليوز دي المفروض تكبر ولا تصغر هتكبر ان كل حاجه عندنا بوزيتيف هل هي هنا كبرت ولا لا كبرت بفاليو قد ايه واحد على واحد ماينس ايه اس ان ايه دي اصغر من الواحد تمام فكل ما هزود الان كل ما الرقم ده هيصغر افرض ايه دي مثلا 0.5 فعندك 0.5 اس 10 اكبر من 0.5 اس 20 اكبر من 0.5 اس 30 فكل ما ان هتزيد كل ما الرقم ده ايه الايه اس ان ده هيصغر وهتلاقي البتاعه دي بتقرب انها تبقى ايه اس ان تمام فلو انا حتى في الكيس الحقيقيه يعني ان انا عندي انفينيت سيجنال لكنها بالديكي مثلا انا لو خدت ان دي كبيره انف هيبقى البتاعه دي ايه الواحد ماينس ايه اس ان دي هتبقى تقريبا واحد فانا كده ابقى مقرب من ان انا اشوف السيجنال في حقيقتها شكلها عامل ازاي طيب فده الاكس بي هتطلع لنا شكلها كده طيب اف ان استيكن لارج انف اكس بي والابروتش مين اكس لان انا عمال ايه اصغر الاي اس ان دي فانا عمال الاي اس ان كابيتال فعمال اقرب للاي اس ان سمول طيب تو ريكونستراكت ذا فريكوانسي دومين انا دلوقتي بقى ايه يعني انا دلوقتي عمال اروح ما بين التايم والفريكوانسي دومينز افرض بقى ان انا جبت اكس بي دي اللي هي فيها ان فاليوز وعملت لها دي اف تي تاني تمام خدت السامبلز دي وعملت لها دي تي اف تي تاني دي تي اف تي اللي هو كونتينوس فريكوانسي دومين دي تي اف تي هيطلع شكله ايه هيطلع شكله عامل كده هو كان عامل ايه ازاي اصلا كان واحد على واحد ماينس ايه اس ان لا ما كانش كده كان واحد ماينس استنى نشوفها لكم واحد على واحد ماينس ايه اي اس ماينس جي اوميجا ماشي ده الشكل الصحيح اللي طلع لنا بقى لو خدنا اكس بي وعملنا له هيطلع شكله كده يعني كان واحد على واحد ماينس ايه اي اس جي اوميجا اللي هم دول كده فضربوا في فاكتور الفاكتور ده موجود اهو وديبندنت على ان كابيتال كل ما ان كابيتال تزيد كل ما الحاجات دي يحصل لها ايه هتقرب من انها تبقى نيجليجبل اللي هي الحته دي والحته دي بس هي فوق ان صغيره مش هتبقى نيجليجبل اصبر طيب فهيبقى شكلنا عامل كده هشرح لكم ده وبعدين هنرجع تاني للمساله الفريكوانسي دومين الاساسي الكونتينوس كان مين كان الاحمر حلو عملت فيه سامبلز السودا دي عملت فيه سامبلز السودا ولميت الاحمر الاحمر ده انا مش عارف اخزنه فاترمى وبعدين عاوز اريكونستراكت الاحمر ده من السامبلز عاوز اريكونستراكت الاحمر من السامبلز فلما عملت ريكونستراكشن للاحمر من السامبلز ما طلعش الاحمر طلع مين الازرق تمام يبقى انا لو كنت احتفظت بس بشويه سامبلز من الفريكوانسي دومين اللي هو اكس اوف كي ما كنتش هعرف ارجع بالظبط الكيرف الاحمر طيب الازرق هيقرب من الاحمر امتى كل ما النقط السوداء دي تزيد ليه لان النقط السوداء عند التب بتاعها هي الفاليوز بتاعت الاحمر
تمام؟ فلازم غصب عن الاسود ده او هو الازرق ده غصب عنه لازم يعدي في النقط دي. فلو انا حطيت نقطه ثانيه هنا هتلاقي البتاع ده ايه طلع ونزل عندها. طيب حطيت نقطه ثانيه هنا هتلاقي البتاع ده طلع ونزل عندها. فكل ما انا عمال ازود ان كل ما ريكونستراكتد سبيكترم عمال يقرب من السبيكترم الحقيقي. كويس؟ تمام يا جماعه؟ يبقى انا بسامبل في الفريكوانسي دومين الحقيقي اللي هو الاحمر بيجي لي الاسود. وبعدين بريكونستراكت من الاسود بريكونستراكت منه الازرق. كل ما انا عندي سامبلز اكتر في الفريكوانسي دومين كل ما هقدر ريكونستراكت الكونتينيوس فريكوانسي دومين بشكل احسن. تمام؟ اي سؤال؟ قول. اكس بي اوف ان ديسكريت. اه لا لا فين فين شواجع المعادله اللي انت بتتكلم عنها. ماشي. فانا بضرب حاجه سكريت اللي هي اكس بي وبن الاي باور من جي اوميجا ان والان برضه سكريت. ماشي هيطلع كل سكريت ازاي؟ مش في اوميجا يا ابني اهي الفاريبل اللي بيطلع اوميجا. يعني ايه اللي تخلي حاجه كنتينوس زي هنا؟ طب انت يعني انت هنا ما اعترضتش على الكلام ده ليه؟ ما هو اي اس ان في اس ماينس جي اوميجا ان طلع فانكشن في مين؟ ماشي تمام. يبقى احنا كده عرفنا القصه على بعضها. انا عندي تايم دومين. قول. مظبوط. ما هو ده اللي طلع هنا، ما ده اللي احنا شفناه في الاكزامبل وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ان بتساوي ال. انما هنا في الاكزامبل اللطيف ده ال بانفينيتي. فخلاص مستحيل هيطلعوا زي بعض. انما جاينا ايه بقى نتيجه الكونستراكشن بتاع السيجنال قلناها بالديكي. فانا كل ما هزود الان كل ما التايم دومين ايجاسنج ده الافكت بتاعها هيقل. ماشي؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده انت ما شفتوش في سنه ثانيه مش كده؟ طيب. في شويه حاجات اظن ان انتم ممكن تكونوا شفتوها في سنه ثانيه فهنعدي عليها بسرعه. البروبرتيز بقى بتاعت الدي اف تي اللي هو ان انا اكس ان بتروح لاكس اوف كي بتروح وترجع. انه الاكس دي اللي موجوده في الايكويشن مع اننا مش كاتبينها اكس بي، مع اننا مش كاتبينها اكس بي لكن المعادله شايفاها اكس بي فهي بتطلع بيريودك. فمع ان السيجنال من الاساس ممكن تكون 1 بيريود لكن في الايكويشنز بتاعت الدي اف تي احنا هندروب كلمه بي وهنبقى فاهمين ان اللي طالع ده هو 1 بيريود من السيجنال اللي هي اكس بي واللي هي ممكن تكون في الحقيقه هي 1 بيريود بس اللي موجوده. تمام؟ فلازم دماغنا تبقى دايما شغاله ان انا لما باجي اكتب في الدي اف تي بكتب اكس اوف كي واكس اوف ان. بس انا ببقى فاهم ان المعادلات مش شايفاها لو اكس اوف ان دي اساسا كانت شويه سامبلز قليلين، المعادلات مش شايفاها شويه سامبلز صغيرين. المعادلات شايفاها ايه؟ بيريودك سيجنال. لكن انا لو واخد بالي واخد شويه سامبلز واخد سامبلز في فريكونسي دومين قدها او اكتر يبقى انا كده في التمام، يعني مش هيحصل لي اليسنج وهتفضل 1 بيريود من السيجنال دي دايما بتريبريزنت الحقيقه. اوكي؟ فده بروبرتيز اللي انتوا اكيد شفتوها قبل كده. في عندنا حاجه اسمها سيمتري بروبرتيز اوف اكس اوف دي اف تي اللي هي ايه؟ لو اكس ان دي ريل سيجنال ما فيهاش كومبلكس بارت يبقى اكس اوف كي بتساوي اكس كونجيجيت اوف ان ماينس كي. تمام؟ اكس اوف كي بتساوي اكس كونجيجيت اوف ان ماينس كي. دي هتطلع لنا بقى هنستخدمها كمان كام محاضره في الايه؟ لما ناخد الدي ام تي كمان سبع محاضرات ولا حاجه. طيب في بروبرتيز ثانيه بقى لو السيجنال دي ايفن واود وايماجينري وبتاع بتلاقي الفريكونسي دومين بتاعها بيبقى له شكل معين. طيب في بارسيفال ثيرم اللي هو تكامل حاجات في التايم دومين هو ايه تكامل حاجات في الفريكوانسي دومين او الماجنتيود سكويرد بتاع حاجه في التايم دومين السميشن بتاعه هو ايه الفريكوانسي دومين ده طبعا الانرجي بتاعت السيجنال فاقدر اجيبه من التايم دومين بالشكل ده واقدر اجيبه من الفريكوانسي دومين بالشكل ده. طيب لينياريتي اند شيفت نفس الكلام بجمع حاجات وضاربها في كونستانتس بيتجمعوا يضربوا في كونستانت عادي. ماشي. الشيفت انتوا خدتوا الشيفت طبعا ده خدتوا حاجه اسمها سيركلر شيفت في سنه ثانيه صح؟ غير حاجه كانك بتحطها على دايره ولما حاجه بتخرج بتدخل من الناحيه الثانيه. خدتوا السيركلر كونفوليوشن؟
اما انتوا خدتوا ايه في الدي اف تي؟ واجه مش فاكرين ما خدتوش السيركل ده. ماشي انا هكلم دكتور محمد بعد المحاضره اعرف بقى بالظبط انتوا ايه الحكايه. طيب تاني احنا كل الفكره هنا ايه؟ ان احنا اي حاجه بنتعامل معاها هي في الحقيقه شايفه بيريودك سيجنال. تمام؟ طيب فالشيفت ده بقى هيحصل ايه؟ any shift by m units will be applied to xp such that xp of n minus m هو اللي بيتعمل على الايه؟ السيجنال دي. يعني ايه؟ يعني انا عندي السيجنال دي عاوز اعمل فيها شيفت. هعمل ايه بقى؟ الستبس اللي هنمشي فيها كده. اول حاجه هكون البريودك سيجنال. اول حاجه ايه؟ هكون البريودك سيجنال لان الشيفت مش هيبقى ابلايد على السيجنال الاساسيه، هيبقى ابلايد على البريودك سيجنال. تمام؟ طيب وبعدين هشيفت البريودك سيجنال دي اسمها اكس بي اوف ان ماينس 1. يعني انا كان عندي اكس بي اكس اوف ان كونت منها اكس بي وبعدين عملت ايه؟ اكس بي اوف ان ماينس 1. تمام؟ وبعدين طبعا البريودك دي الرسمه هنا طبعا مش اكيوريت لان المفروض في واحده ثانيه قبل دول انا مش راسمها. تمام؟ يعني في واحده شبه دول كده قبل دول هي اللي دخلت لنا الواحد ده. تمام؟ المفروض اغير الرسمه دي واكتب هنا مثلا ماينس 5 0 5 وهكذا عشان يبان يعني. فلما هاجي اشيفت بقى يحصل ايه؟ هتلاقي البتاع دي البريودك سيجنال اتشفتت كده. طيب انا دايما بتعامل مع ايه؟ مع 1 بيريود من السيجنال. فبقت ال 1 بيريود من السيجنال الشيفتد شكلها عامل كده. تمام؟ فدي اسمها اكس اوف ان ماينس 1 وفي اللي هم القوسين دول ومكتوب تحتيهم 4. ده معناه سيركولر شيفت. يعني انا مش كاتب اكس اوف ان ماينس 1 زي دي كده، يعني ما كتبتش اكس اوف ان ماينس 1. لانه ما فيش حاجه اسمها اكس اوف ان ماينس 1، انما في حاجه اسمها ايه؟ بتاعه دي. البتاعه دي بتجيب لنا ايه بقى؟ اللي هو بيجيب باقي القسمه. اللي هو مود. حلو؟ فانا بشوف ده معناه ان انا بجيب المود، يعني لما احط هنا ان بزيرو تجي لي ماينس 1، ماينس 1 مود 4 يبقوا 3. خلاص؟ فاكس اوف 3 هتجي لي هنا. اوكي؟ فهتبقى هنا في عندي اكس اوف 3 وبعدين اكس اوف 0 اكس اوف 1 اكس اوف 2 الاساسيه فتشفتوا ايه؟ الناحيه دي كده. فببساطه انا لما باجي اعمل شيفت في الكونسبت كده او في الدومين بتاع الدي اف تي هو معناه ان انا باخد السيجنال اكشولي بعمل اي حاجه. هو معناه ان انا باخد السيجنال اعمل بيريودك سيجنال ابلاي الحاجه اللي انا عاوز اعملها على البيريودك سيجنال وبعدين باخد 1 بيريود من البيريودك سيجنال. فهنا نفس الكلام، خدت السيجنال عملت بيريودك سيجنال شفتها واحد خدت 1 بيريود من الايه؟ من الشيفتد سيجنال. اوكي؟ فاكس ان ماينس ام ان دي اللي هو ايه؟ باقي القسمه على ان. طيب فده السيركولر شيفت يبقى شكله عامل كده. لو انا عاوز اكتب واي اوف ان ايكوال اكس ان ماينس 1 4 دي اكس اوف ان اهي. لو انا بقى ان ماينس 1 4 دي معناها ان انا خدت السيجنال دي وعملت منها القصه دي كلها، او معناها ببساطه ان انا كاني حطيت ضوء على دايره. كاني حطيت ضوء على دايره اكس 1 ب 3 اكس 0 اكس 0 سوري ب 4 اكس 1 ب 3 اكس 2 ب 2 واكس 3 ب 1 وبلففهم الناحيه دي كده انتي كلوك وايز. فعندي هنا اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 وبحط الفاليوز كده. طيب يبقى اكس اوف ان ماينس 1 مود 4 دي يبقى شكلها عامل كده، اللي هو كاني شفت البتاع دي على الدوجيه كده. فلما شفتها كده دي هتفضل واي اوف 0، النقطه دي 0 دايما. فده اكس اوف ان ماينس 1 مود 4 فكاني ايه؟ لففت الارقام كده. فبقت واي اوف ان شكلها عامل كده اللي هي اكس ان ماينس 1 مود 4. تمام؟ فبقى ايه؟ القصه شكلها عامل كده. اوكي؟ فده اسمه سيركولر شيفت. ماشي يا جماعه؟ اي سؤال؟ طيب انا دلوقتي عاوز اعمل فلترنج للدي اف تي ده. تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ عاوزين نشوف كده لو احنا ضربنا الدي اف تي في بعضه. احنا عارفين ان احنا لو ضربنا الفوريير ترانسفورم في بعضه هيطلع لنا حاجه اسمها واي اوف اف، والواي اوف تي هي نفسها الكونفوليوشن بتاع الاثنين دول في التايم دومين. صح؟ فالفلترنج في الفريكونسي دومين ان انا بضرب اكس اوف اف واتش اوف اف في بعض
الفلترنج في التايم دومين ان انا بعمل ايه كونفوليوشن ما بين التو سيجنالز. طيب في الدي اف تي بقى لو انا خدت 2 دي اف تي وضربتهم في بعض هيحصل ايه؟ احنا كنا عارفين في الدي تي اف تي الدي تي اف تي لما كنت بضرب 2 فريكوانسي دومين في بعض 2 كونتينوس فريكوانسي دومينز في بعض كان بيطلع لي التايم دومين سيجنال اللي هي الديجيتال او الديسكريت كونفوليوشن اللي هو سيجما اكس اوف ان اتش اوف مش عارف ام ماينس ان ولا مش عارف ايه. تمام عاوزين نشوف هنا بقى هيحصل ايه. فلقينا انه هنا لما بعمله هو نفس الكلام انا لما بضرب الدي اف تي في بعضه كاني بعمل كونفوليوشن ما بين البريودك سيجنالز دي كاني بعمل كونفوليوشن ما بين البريودك سيجنالز. فعاوزين نشوف ده نعمله ازاي وبيطلع ايه وممكن نستفيد منه ازاي. اوكي فببساطه الايكويشن هيطلع شكلها ايه؟ هيطلع شكلها كده. الفرق بينها وبين الدي تي اف تي ان انا ما عنديش الاربع اقواس دول كانوا قوسين بس واحد يمين وواحد شمال وما كانش فيه ان اللي تحت دي فكانت اكس اوف ان اتش اوف ام ماينس ان كان بيطلع لنا على طول واي اوف ان. دلوقتي نتيجه ان السيجنالز دي اساسا لما بضرب دول في بعض هي ايكويفالنت لحاجه بتحصل في البريودك سيجنال مش حاجه بتحصل في السيجنال الاساسيه فبقى عندي ايه؟ بقى عندي الشكل اللطيف ده. تمام؟ فعاوزين نشوف الشكل اللطيف ده هيطلع لنا ايه لو حاولنا نعمله. طيب ثانية الايه؟ الكي فريكونسي بالظبط كل سامبل في السامبل اللي قدامه. فده اسمه ايه بقى البتاع ده اسمه سيركولار كونفوليوشن. عاوزين نشوف السيركولار كونفوليوشن ده عامل ازاي ونقدر نستفيد منه ازاي. طيب طبعا هنا النقطه يمكن اللي احنا كنا برضه لسه بنتكلم فيها انه لازم الاثنين يبقى ليهم ايه نفس الان. ليه لازم يبقى ليهم نفس الان تفتكروا؟ عشان ايه؟ ادي واحده فيهم اهي فيها مثلا ايه 7 سامبلز. طبعا انا مش راسمهم يعني ايكوالي سامبلد ولا حاجه هنقول كده مثلا وايه 8 سامبلز وده بتاع اللي بعدها. لو انا دلوقتي ده اتش اوف اف مثلا عاوز اضربها في اكس اوف اف لو انا مش واخد 8 لو انا واخد 5 هيحصل ايه؟ هتلاقي دي عند الزيرو وبعدين في واحده هنا واحده هنا اي حاجه واحده مثلا هنا صح؟ فهضرب دول في بعض ازاي؟ مش هعرف. تمام؟ لان لازم عشان تبقى مينينجفول لازم اخد عند نفس الفريكونسي اضرب في نفس الفريكونسي. صح؟ فلازم كل عدد السامبلز هنا يبقى بالظبط عدد السامبلز هنا عشان ابقى بضرب فريكونسي كومبوننتس في نفس الحته. تمام؟ ما ينفعش اضرب ايه؟ فريكونسي كومبوننتس في حتتين غير بعض. اوكي؟ فده اسمه سيركولار كونفوليوشن. طيب تعالوا بقى نعمل السيركولار كونفوليوشن ده ما بين التو سيجنالز اللي قدامنا دول اللي هم اكس واتش. طيب اكس عامله كده واتش عامله كده وعاوز اعمل ما بينهم سيركولار كونفوليوشن. عشان اعمل سيركولار كونفوليوشن قدامي حاجه من اثنين يا اما هجيب الفريكوانسي دومين بتاع ده وبتاع ده واضربهم في بعض واعمل انفرس دي اف تي. تمام؟ هجيب الدي اف تي بتاع ده والدي اف تي بتاع ده واضرب التو دي اف تيز في بعض واعملهم انفرس دي اف تي يطلع لي ايه السيجنال اللي هي واي. يا اما هعمل ايه في التايم دومين اللي هو السيركلر كونفوليوشن. السيركلر كونفوليوشن ده بيتعمل ازاي؟ هو بالظبط شبه اللينير كونفوليوشن لكن على دوائر مش على خطوط. تمام؟ فادي اكس اوف ان 2 1 2 1 وادي اتش اوف ان 1 2 3 4. تمام؟ احنا في الكونفوليوشن العادي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنرسم واحده والثانيه وبعدين نعمل ايه؟ نروح قلبين دي كده. صح؟ طيب قلبين دي كده معناها هنا اتش اوف ماينس ان جوه الاقواس دي. فبدل ما بلف السيجنال الناحيه دي كاني هلف السيجنال الناحيه دي. هو ده الايفكت بتاع ان انا بعمل ماينس ان اللي هي دي اللي هي معناها ايه؟ هاخد اتش اوف ان اعمل منها بيريودك سيجنال اتش اوف ان اتش بي اوف ان وبعدين ايه؟ اقلب اتش بي اوف ان دي. فلما هقلب اتش بي اوف ان البيريود اللي كانت قبلي هتخش في الحته المهمه اللي هي من 0 ان ماينس 1 فهتلاقي نفسك الدنيا بقت عندك عامله كده. بس بدل ما اعمل القصص دي كلها اللي هي اخد السيجنال واعمل بيريودك واقلب البيريودك واخد من 0 ان هي بالظبط ايكويفالنت لان انا بلف الارقام على ايه؟ على الدايره دي.
طيب يبقى انا اول حاجه هجيبها هي y of 0. y of 0 هتبقى مين؟ x of n مع h of minus n مضروبين في بعض. فهاخد كل واحده من دول اضربها في ايه؟ اضربها في اللي قدامها. ادي x of n وادي h of minus n بقى اترفى كده. هاخد الحاجات دي اضربها في بعضيها، 1 في 2 زائد 4 في 1 زائد 3 في 2 زائد 2 في 1. هجمع دول مع بعض يطلع 14. بقى ده كده ايه؟ y of 0. طيب عاوز بقى بعد كده اجيب y of 1. y of 1 هتبقى x of n و h of 1 minus n. 1 minus n دي هتيجي ازاي؟ ان انا هلف الارقام على الدايره دي الناحيه دي، فبدل ما كانت 1 2 3 4 هلف، فالواحد هيجي هنا. تمام؟ الواحد اللي هيجي هنا ده هيخليني اضرب 1 في 1 زائد 4 في 2 زائد 3 في 1 زائد 2 في 2 ويطلع 16. اوكي؟ طيب y of 2 هلف الاتش واحده كمان زي لما كنت بقلب دي كده، وبعدين بحركها 1 ستيب ات تايم كده واضرب وايه واجمع. فهلفها واحده كمان وهضربهم في بعض يطلعوا 14. وبعدين اخر واحده هلفها واحده كمان واضربهم في بعض فهيطلع 16. فبقى عندي دايرتين بدل خط، بدل خطين كده وبضربهم، بقى عندي دايرتين وبضربهم وبلف الارقام عليهم بدل ما شفت الارقام على ايه؟ على الخط. اوكي؟ طيب اي سؤال؟ قول. لا 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 ما حصلش كده، احنا بنشفت كل حاجه. الاول الارقام كانت مكتوبه ايه؟ 1 4 3 2 هلفهم 1، فهيبقى الواحد ده هيجي فوق، الاربعه هتيجي هنا، الثلاثه هتيجي هنا، الاثنين هيجي هنا. الواحد جه فوق والاربعه جه كده 3 2. هلفهم واحده كمان، الواحد جه الناحيه دي 4 3 2. ماشي؟ ماشي يا جماعه؟ قول. اتش اوف نيجاتيف ان. احنا قلنا اي بروسس بنعملها بنعملها على ايه؟ هي اتش دي كانت كام اصلا؟ 1 2 3 4. ده اتش اوف ان. خلاص؟ طيب اتش اوف ماينس ان دي معناها ايه؟ هكون سيجنال من دي بيريودك ببيريود 4. تمام؟ صح؟ ادي الزيرو بتاعي. وبعدين اروح لافف البتاعه دي كده. لما الف البتاعه دي كده هيحصل ايه؟ الزيرو دي هتفضل زي ما هي واحد. اللي بعدين اللي هي كانت قيمتها 2 هتيجي عند ناقص 1. اللي قبلينا اللي هي كانت عند ماينس 1 هتيجي عند 1. طيب اللي عند 2 هتيجي عند ناقص 2، دي قيمتها كام دي؟ 3. طيب واللي عند 2 هتيجي منين؟ من ماينس 2 صح؟ دي 3 صح؟ طيب اللي عند 3 هتيجي من ماينس 3 اللي هي 2 صح؟ وبعدين ابص على دول. تمام؟ يبقى اتش اوف ماينس ان هتبقى كده 1 4 3 2 اللي هم دول. اوكي؟ اي سؤال؟ قول. اه طبعا اي حاجه بتجيبها. ماشي. طيب اخر حاجه هناخدها النهارده اللي هو اللينير فيلترنج بيز اون دي اف تي. انا دلوقتي اللي طلع لي ده حاجه اسمها ايه؟ سيركولار كونفوليوشن. طيب انا في الواقع ببقى حاجات في احيان كتير محتاج اعمل ايه؟ كونفوليوشن عادي او فلترنج عادي. تمام؟ طيب عشان اعمل كونفوليوشن عادي او فلترنج عادي ده محتاج اعمل ايه؟ باستخدام البتاع دي. هو ده السؤال، محتاج اعمل ايه باستخدام البتاع دي عشان اطلع لينير كونفوليوشن؟ حد فيكم يقدر يستنتج كده؟ ها؟ حد فيكم يقدر يقول لي؟
لو انا دلوقتي عندي اللي شفناه في الاكزامبل اللي فات الاكس كانت باقبعة والاتش كانت باقبعة والواي طلعت باقبعة صح؟ طيب لو انا عاوز اعمل لينير كونفوليوشن ما بين الاكس والاتش اللي فاتوا اللي هي دي توها اربعه ودي توها اربعه مش 8 يطلع 7 ماشي لو انا عاوز اعمل لينير كونفوليوشن ما بين دول هيطلع لي المفروض 7 كويس فالمفروض يبقى فيه ايه 7 سامبلز طيب انا دلوقتي لو عملت سيركلر كونفوليوشن بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده لازم هيطلع لي اربعه صح لان انا اخدت 4 سامبلز في من السيجنالز من السيجنال الاولانيه في الفريكوانسي دومين واربعه سامبلز من الثانيه في التايم وفريكوانسي دومينز الاثنين اربعه في التايم وفريكوانسي فمطلعين الثالثه اربعه في التايم وفريكوانسي تمام طيب انا بقى عاوز اطلع النتيجه في 7 اعمل ايه بقى وايه فين المشكله اللي بتخليني مش عارف اطلع جينيا كونفوليوشن ريزلت بيزد على اللي انتوا شايفينه قدامكم ده لا مش هذه المشكلة فين المشكلة فين المشكلة في السيجنال دي اللي مخلياني مش عارف اطلع النتيجة بتاعت اللينير كونفوليوشن كويس فايه بقى ممكن يحصل ايه ادي اتش اوف ماينس ان اهي وادي اكس كانت كام 1 2 1 2 باين ده يعني دي كانت الفاليوز هنا 0 1 2 3 وكنا بناخد ايه ده نضربه في ده ونجمع صح وبعدين عمالين نشفت البتاع دي كده ونضرب ونجم المشكله فين بقى اللي مخلياني مش عارف اشوف نتيجه اللينير كونفوليوشن ها انت قلت حاجه ممكن توصل منها لحاجه قول لي فين هنا المشكله اللي مخلياني مش مطلع لينير كونفوليوشن ها حلو يبقى فين المشكله هنا دول هم المشكله لان انا لو كنت عاوز اعمل لينير كونفوليوشن اول رقم كان هيطلع كنت هضرب الواحد في الواحد وخلاص صح انا عندي اربع ارقام واربع ارقام تمام فهاخد التانيين دول اعمل فيهم ايه لما باجي اعمل لينير كونفوليوشن او احرففهم وبعدين اقعد اشفت تمام فيجي دي في دي وبعدين اشفت دي بقى 2 في 2 وبعدين اشفت واحده كمان 3 في 3 اشفت واحده كمان 4 في 4 اتحرك واحده كمان بقى 3 في 3 تاني صح ده مش حاصل ليه؟ لان لما عملتها ان باربعه جالي حاجات من بيريو الثانيه فبقت دي المشكله ان انا عندي بيريو الثانيه داخله في الحسبه. فانا مش عاوز البيريو الثانيه دي تحصل. مش عاوز لما اخد السيجنال واعمل منها بيريودك سيجنال واجفها البيريو الثانيه دي ما تخشش في الحسابات خالص. مظبوط هي ماينس 1 باج. كويس؟ ففي الحقيقه بقى ايه؟ انا لو انا عندي 4 و4 فانا عندي ايه 7 فلازم اخلي السيجنالز اللي انا بعمل ما بينها سيركلر كونفوليوشن طولهم 7 لو انا خليت طولهم 7 الدنيا هتتظبط طب لو انا خليت طولهم 7 في فريكوانسي دومين في التايم دومين السيجنال هتبقى عامله ازاي هتبقى عامله كده الاربع سيجنالز بتوعي الاربع سامبلز بتوعي وبعديهم ايه ثلاث اصفار وبعدين الاربع سامبلز بتوعي وثلاث اصفار وابوهم ثلاث اصفار حلو؟ فأنا لو أنا عندي 4 و4 وعملت البتاع ب 7 هتلاقي الشكل بقى عامل كده. ساعتها بقى لما هتيجي تقلب البتاعة دي كده هيخش لك إيه؟ أصفار. هيخش لك أصفار قدام الحاجة اللي بيتضرب فيها السيجنال. فأنت بقيت محتاج إنك أنت بيزد على فهمك للتايم دومين كونفوليوشن بيحصل إزاي بقيت محتاج إنك أنت إيه؟ تعمل كده. How to force a circular convolution to calculate a linear convolution ببساطة كده لو أنا عندي حاجة فيهم طولها L والتانية طولها M linear convolution output هيبقى طوله إيه؟ L plus M minus 1 L plus M minus 1 ده يبقى أنا في الحالة دي هو طبعا هيجي من ال DTFT بالشكل ده لو أنا جبت continuous frequency domain و continuous frequency domain
وبعدين او عملت اللينير كونفجيوشن ده هيطلع لي نفس النتيجه. الكيسز بتاعتنا بقى دي هتطلع تطلع ازاي؟ لو انا خدت بقى واي اوف كي دي اللي هي انا مسامبل بطولها ان ان ده اللي هو السبعه مثلا، لو انا 4 ب 4 يبقى ده ايكويفالنت بالظبط ان انا بضرب الفريكوانسي دومين بتاعه بالطول كام؟ السبعه برضه. وضرب الاثنين دول بطول سبعه هو ايكويفالنت ريسيركولار كونفجيوشن ما بين تو سيجنالز طولهم سبعه. السبعه دول هيجوا ازاي؟ الاربعه الموجودين وجنبهم ثلاث اصفار. فلما احط الاربعه الموجودين احشر جنبهم ثلاث اصفار هيطلع لي صح. فاحنا ببساطه هنا هنعمل حاجه اسمها ايه؟ زيرو بادنج. يبقى انا زياده السامبلنج في الفريكوانسي دومين ل 7 كورسبوندز في التايم دومين لان انا حطيت زيروز، وده اسمه ايه؟ زيرو بادنج. ان انا بباد زيروز، بحط زيروز ما بين البيريودز وبعضها، بدل الاربعه مكانه لازقين في الاربعه كده هبعد الاربعه دول شويه وباد ثلاثه في النص. تمام؟ بادنج داز نوت تشينج ذا سبيكترم او سبيكترا يعني اكس اوميجا واتش اوميجا. ده مش هيعمل حاجه، لو انا زودت زيروز في السيجنال ده مش هيعمل حاجه في الكونتينيوس فريكونسي دومين ده ولا في الديسكريت فريكونسي دومين. يبقى انا لو انا عملت انكريزنج لللنث بتاع اكس واتش تو ان اند ذن سيركلري كونفولفينج ذا ريزلتنج سيكونس وي اوبتين ذا سيم ريزلت وي وود اوبتين وذ لينير كونفولوشن. تمام؟ مش هنعمل بقى الاكزامبل ده على بعضه، بس انا هنا عندي اربعه وثلاثه، فالحاجه اللي هتطلع منهم لو انا عاوز اعمل لينير كونفولوشن هيطلع ايه؟ 4 زائد 3 ناقص 1 يطلعوا كام؟ 6. فانا هاخد الاربعه دول واحط بعديهم صفرين، والثلاثه دول واحط بعديهم ايه؟ ثلاث اصفار، فبقى طولهم 6. هعمل بقى ما بينهم سيركلر كونفجيوشن هيطلع لي النتيجه المظبوطه. تمام؟ او ان انا بقى في الحقيقه بقى هعمل ايه؟ انا في الحقيقه مش هعملها كده، انا في الحقيقه هعملها كده. هجيب الدي اف تي بتاع ده بطول 6 وبتاع ده بطول 6 واضربهم في بعض اجيب ده، اعمل له انفرس دي اف تي اجيب ده. فاللي هيطلع واي ده هيبقى طوله كام؟ 6 زي الواي اللي طالعه. السته بقى اللي طالعين دول هم نتيجه اللينير كونفجيوشن. تمام؟ فانا عشان اعرف اعمل لينير كونفجيوشن لو انا عندي ببساطه تو سيجنالز طولهم مثلا يعني تيبيكالي يعني مثلا تو سيجنالز طولهم عاده طبعا الحاجات دي بتبقى تو اس ان عشان الاف اف تي اللي انا قلت لكم عليه ده اللي هو بيعمل فاست امبلمنتيشن كده بيبقى دايما تو اس ان. فمثلا ممكن يبقى عندي سيجنال طولها 64 وسيجنال ثانيه طولها 64 وعاوز اعمل فلترنج ما بينهم لينير كونفجيوشن او لينير فلترنج ما بينهم. فاروح جايب الاف اف تي بتاع ده بسايز 128 وبتاع ده بسايز 128 وبعدين اعمل انفرس اف اف تي تطلع لي ايه؟ واي اوف ان اللي هي طولها 128 وطبعا اخر رقم هيبقى صفر ان هم المفروض يطلعوا 127. تمام؟ فانا في الاخر هعمل عادي خالص مالتيبليكيشن ما بين الاثنين دي اف تي لكن كل واحد فيهم بسايز دبل السايز اللي انا عندي في السيجنال عشان لما اعمل له انفرس اف اف تي يطلع لي السيجنال زي ايه؟ اللينير كونفجيوشن اللي انا كنت هعمله. اوكي؟ تمام يا جماعه؟ لازم الاثنين سيجنالز على طول يبقوا بنفس الطول في الفريكونسي دومين مش في التايم دومين. التايم دومين مش مهم، لو دي باربعه ودي بثلاثه انا في الاخر هجيب لهم الفريكونسي دومين بتاعهم على اساس ان دي اربعه ودي اربعه. فكاني زودت زيرو جنب دي. او في الكيس بقى بتاعتي هنا انا مزود هنا اثنين زيروز وهنا ثلاثه زيروز عشان يبقى الاثنين طولهم سته اللي هو بيطلع اللينير كونفجيوشن ريزلت. عملنا البادنج هنا عشان التايم دومين، عشان انا عاوز التايم دومين ما يضربوش في بعض. فلو انا عاوز التايم دومين ما يضربوش في بعض فكاني عملت بادنج في التايم دومين، زودت زيروز، زودت زيروز في التايم دومين كاني زودت السامبلنج في الفريكونسي دومين. فهي تبص لها من ناحيتين، زودت الفريكونسي النمبر اوف سامبلز في الفريكونسي دومين كاني حطيت زيروز. حطيت زيروز كاني زودت ايه؟ السامبلز في الفريكونسي دومين. قول. هيطلع لي 4 سامبلز مثلا 0 1 2 3 كل واحد مثلا 7 سامبلز. لو عملت لينير هيطلع لي 7 سامبلز اه ويوم مختلفه. ايوه طبعا. ما هي جايه ازاي؟ هي جايه ازاي؟ هتعرف تجيب الاربعه دول من السبعه ولا لا؟ هجيب الاربعه اه. فكر فيه كده على ما كان حد عاوز يسال. عشان طولهم بيبقى ماينس 1. هو لما بتحطي 4 على 3 بيطلعوا لك حاجه طولها 6. المشكلة انها مش لينيال كونفجيوشن. المشكلة ان انا في الحقيقة لما بستخدم الكمبيوتر عشان اطلع نتيجة سيجنال داخلة على فلتر. كويس؟ عاوز اخلي الكمبيوتر يحسب لي
الديجيتال سيجنال دي او الديسكريت سيجنال دي لما تخش على الديسكريت فلتر ده هتطلع ايه؟ فده ما بيطلعليش كده. اي سؤال؟ طيب تكمل الاسبوع الجاي.